رمضان وحسين. انا ورمضان وحسين وكريم، يعني مجموعة طب قول كبيرة. الو، شوف مين معانا. ايوه الو، ايوه لا علي صوتك شوية. مين؟ ايوه، ايه ايوه، لو ما كانش النهارده ما بيننا كلام ومضيعة عبد المجيد كنا هنعمل ايه؟ مين؟ رمضان. ايوه رمضان صبحي، ازيك يا نجم؟ عامل ايه يا كابتن؟ ازيك يا وحشني. رمضان، اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن، انت كله عامل كويس؟ ايه؟ كله حلو يا كابتن. اخبار التمرين ايه؟ خدت اجازه اهو، مية مية وتمام. ولا اجازه ولا حاجه، انا كنت عامل كده انا رجلي بعد عارف ماتش الزمالك قد كده. والله. وعملت ايه؟ لا لا، عملتنا تلج بقى وظبطنا الدنيا الحمد ما لله. لحقتش تاخد اجازه؟ ها، ايه؟ ما لحقتش تاخد اجازه؟ اه والله يا كابتن، كنا عايزينها تزيد شويه. معلش بس يعني جمهور النادي الاهلي كله واقف في ظهركم، خلي بالك الفتره اللي جايه دي. طبعا طبعا يعني طبعا، طبعا طول عمره واقف في الاهلي على ظهركم، طول معانا طبعا. طول عمره في ظهركم، بس مستني طبعا الفتره اللي جايه، خصوصا بعد ما وجودك ووجود التدعيمات الجديده ووجود اللاعبين القدامى. اعتقد الامور بقت احسن يا رمضان. طبعا يا كابتن الامور احسن، اللعيبه دلوقتي كلها يعني قريبين من بعض، خلاص اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه. الحمد لله خدنا بطوله كانت صعبه، بس انت عارف يعني فرحنا وكل حاجه، بنفكر في اللي جاي، عندنا ماتش مهم كمان اسبوع. خلاص انت عارف يا كابتن، النادي الاهلي لما بياخد بطوله بنتبسط وبنفرح، بس بنفكر في اللي بعد كده. بقول لك ايه، محمد هاني من ساعه ما جه وهو قاعد قدامي كده مربع، مش عارف فيه ايه، ما انا عارف ان هو مش كده خالص، يعني ما انا مش مش عارف عارف هو فيه ايه، مكتوف ليه، مع اننا يعني جاي الكتب خالص. قاعد مربع. بص، قاعد عامل كده لا عادي انا وقعدت رجله وساكت، انا مش عارف يعني. انا مش عارف هو ليه، وصوته خلي واطي. بالك هو يبان هادي وساكت، بس ده مش ممكن، ده تسالني انا يا كابتن. ما انا قلت لهم بقى، قعدت اقول لهم ايه يا جماعه، هاتوا لي حد يطلعه من مود الهدوء اللي احنا فيه ده، عشان انا ما هو بحبش كده الهدوء ده. كويس، هو النهارده كان عايز يمشي، فقعدته بس عشان نتكلم في حاجه، ففضل واقف مستنيه 10 دقايق، ايه فهو عارف الحاجة هي؟ كويس. ايه الحاجة؟ لا الموضوع ما ما ينفعش، ينفعش ما يتقال. ينفعش. طب مش مهم، في نبقى اي بي نعرفه يا كابتن، في بعدين. اي بي مش اه بي. بعدين نبقى نتكلم فيه بعدين. هاني بالنسبة لك، يعني كل ما اكلمه في اي حاجة من بداية البرنامج لغاية دلوقتي، في كل حاجة يقول لي اصل انا ورمضان، انا ورمضان، رمضان وانا، رمضان وانا، انا ورمضان، ناشئين، قطاع ناشئين، فريق اول. احكي لنا برضو انت الموضوع من ناحيتك يا رمضان. لا ما فيش، هاني طبعا بعيدا بقى عن اللي انا مثلا بتكلمه عشان اقول عليه كلمتين حلوين او الكلام ده خالص. هاني بالظبط. اول حاجه شخصيه بره الملعب وجوه الملعب، شخصيه جوه الملعب مسؤوله جدا، بره الملعب يعني هاني اخويا بجد. انا هاني مثلا عارفه بقالي من 2008 ولا 2007، وبعدين يا كابتن مع المنتخب، كان منتخب الشباب، انت عارف دي بتبقى المعسكرات دي بتبقى حلوه قد ايه. فانا وهو قعدنا مع بعض حوالي 3 4 سنين في الاوضه، انا وهو كل يوم مشاكله مشاكلي، بنتكلم على طول. فهاني قبل اصلا ما يكون لعيب او ناس، انا وهو الدرجه الاولى كنا اصحاب من قبل كده اصلا واخوات. فلا لا، هاني انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وهو يعرف ده، وهو يعرف هو عندي ايه، وهو لعيب طبعا. انا مش هتكلم على هو لعيب عندي ازاي، فاتمنى له التوفيق الفتره الجايه، ويعني احنا دايما بنتكلم انا وهو، ويا رب يعني دي من المحبه دي ما بيننا دايما يا رب. يا رب. مش عايز تقول له ايه يا هاني؟ لا انا يعني لو قعدت اتكلم برضو، يعني بصراحه رمضان من الناس اللي انا بحبها جدا في حياتي، حتى بره الكوره، من الناس اللي انا حكي لها حاجات اصلا بره الكوره، يعني احنا من واحنا مش صغيرين عايزين يا عم نعرف خلاص. لا ده من زمان، من واحنا صغيرين كمان. فا يعني وكمان يعني في الملعب، لا رمضان من الناس الشخصيه، يعني من الناس اللي عندها شخصيه كبيره جدا. ممكن يعني يبقى هو رمضان سنه صغير بس شخصيته كبيرة، لعيب كبير، شخصية لعيب كبير. فيعني أنا مبسوط جدا. أنا كان نفسي طبعا اللي هو يعني يكمل إن شاء الله في الاحتراف وكده، بس النادي الأهلي محتاجه وإحنا كلاعيبة محتاجينه. أنا واحد من الناس لما اتبسطت رمضان ان هو موجود. أنا واحد من الناس لما رمضان رجع، يعني أنا نفسي طبعا إن أنا أشوفه حاجة كبيرة جدا دايما، وأشوفه محترف وهو عنده أصلا، وإن شاء الله ربنا هيكرمه بإذن الله. لكن لما جه فعلا الفرقة وإحنا كنا محتاجينه جدا في الوقت ده، وطبعا الناس شايفة يعني رمضان عمل فرق كبير جدا، يعني النادي الأهلي فعلا كان محتاجه، وهو راجل بصراحة يعني. وحتى كان في وقت كان في انتقادات وكان في طبيعي. كلام طبيعي، وهو عدى المرحلة دي كلها. يعني انا بتمنى له كل خير، ورمضان يعني اخويا مش صاحبي،
ربنا يكرمه ان شاء الله، وان شاء الله كلنا. بيقول لك كان هيروح نادي تاني يا رمضان، صحيح الكلام ده ولا لا؟ لا 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 مفيش الكلام ده، هو راجع كابتن الفانيلا الحمراء. اي هوا في اي كلام، الفانيلا الحمراء ما فيش حد ولا يا حاج رمضان. لا يا كابتن هاني، هاني حبيبي عشان الكلمتين الحلوين دول انا بكره محضر له مفاجاه تحفه. هو عارف. طب ايه بقى؟ لا احكي لي انا المفاجاه، احكي للناس ما تحكيليش انا. مفاجات المفاجات ما بيني وما بينه، بس هو بص اول ما قلت له ضحك ازاي فهو هيبقى مبسوط. هو هيبقى مبسوط؟ طب ما احنا ده اللي احنا عايزينه، ان انتوا تبقوا مبسوطين، دي اهم حاجه. مفاجاه ايه؟ اكل يعني ولا شرب ولا ايه؟ شكل ولا حاجه تانية؟ اكل ولا شرب ولا ايه؟ كل حاجه يا كابتن. انا عينيا لهاني هو عارف. طب ايه المفاجاه هاني؟ مش عارف انا ما اعرفش والله المفاجاه. يعني عارف انت يا كابتن انا بعشمك، بس بعد ما تخلص ابقى اكلمك اقول لك. طيب رمضان انا بشكرك جدا على المداخله الجميله دي. بشكرك واسيبكم بقى الحلقه، انا مستمتع بيها جدا. ربنا يخليك. ربنا يكرمك يا كابتن على طول متابعك، وانت عامل شغل جامد جدا، وقناه الاهلي وبوسناس عايز اقول لها كل سنه وهي طيبه. بمناسبه ال 11 سنه عليها، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى. طب هتيجي حلقه امتى يا رمضان؟ ايه يا كابتن؟ هتيجي حلقه امتى؟ ولا انت ما بتطلعش في التلفزيون؟ عينيا ليك يا كابتن، ما بطلعش. لا بتكسف بقى ما بطلعش. طب امتى على الهوا اهو عشان الناس تستنى؟ خلاص يا كابتن خلينا نعدي الماتش اللي جاي. طيب مع حضرتك انا عارف ان بتبقى دايما ليها اجراءات معينه، حتى هنا بالمناسبه في قناه النادي الاهلي. رمضان اخيرا قبل ما معلش ما اسيبك، تجديدك للاعاره، وهل انت كنت مبسوط في الوقت ده ان انت رجعت من انجلترا للنادي الاهلي وبعدين جددت اعاره سنه كمان؟ ده يبين يا كابتن قد ايه لو انا مثلا راجع من انجلترا قعدت 6 شهور في النادي، ولو انا مش مبسوط في النادي الاهلي اكيد كنت همشي، بس ده يبين حبي للنادي الاهلي قد ايه، ده انا عايز اقعد في النادي الاهلي. فطبعا لا مبسوط جدا ان انا في كيان كبير زي النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي عمل رمضان صبحي بعد ربنا سبحانه وتعالى. فان شاء الله اتمنى لي التوفيق معاه، واتمنى للعيبه كلها التوفيق، وناخد كل البطولات السنه دي ان شاء الله ونحارب عليها، ونأدي اهم حاجه اداء كويس واداء رجولي. يعني ايا كان يا كابتن لما انت بتأدي اداء رجولي وبيحصل عليك برافو عليك برافو عليك، فهو ده اهم حاجه. يعني هي دي بس الفكره، ان كل واحد يدي 100% وبعد كده خلاص الباقي على ربنا. يعني انا مش هاخدك في اسئله كتير، انا هسيبك عشان ان شاء الله ربنا يكرم نظبطها مع كابتن سيد، والاسبوع الجاي تجي لنا برضو جمهور النادي الاهلي يستحق الحقيقه تواجد رمضان صبح ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في قناه النادي الاهلي. تسلم واسيبكم بقى تكملوا الحلقه. شكرا جزيلا يا رمضان، شكرا جزيلا نجم رمضان صبحي. زي ما حضراتكم شايفين